إذا مشاهدينا ننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني، ومن الأمور الأساسية عند الأم هو تحضير الطعام لأطفالها، واليوم تحديدا سنتحدث عن الأطفال في سنتهم الأولى. التحضير المنزلي من جهة والوجبات الجاهزة، والتي أشارت بعض الدراسات أمين مؤخرا بحسب شبكة CNN أنها تحتوي على نسبة معادن ثقيلة وضارة. التفاصيل كلها مع اختصاصية التغذية زينة برغوثي التي تنضم إلينا مباشرة من رام الله ضمن فقرة أمهات. صباح النور واهلا وسهلا بك زينة. قبل التحدث عن الدراسة، كيف ومتى؟ خلينا نبلش من الأول، كيف ومتى يتم إدخال المأكولات إلى النظام الغذائي للطفل؟ أول شيء صباح الخير، وأنا دائما كالعادة بكون مبسوطة معكم. أكيد فترة اللي هي إدخال الطعام الصلب للحليق للبيبي هو بتتم هاي الطريقة بسميها وينينج أو هي الفطام، اللي هي بتبلش من يعني أكثر شيء أبكر ممكن هي 4 أشهر لست أشهر. دائما منظمة الصحة العامية بتحكي إنه يفضل عملية الرضاعة تتم حتى لست أشهر، من بعد الست أشهر بتبلش عملية إدخال الطعام الطبيعي لأكل البيبي. وهون طبعا لازم نحكي انه بهاي العمليه بيكون في نوعا ما اشارات من البيبي بتعطي نوعا ما اشاره للام انه اجى الوقت انه حتى ندخل الطعام. ممكن يكون انه الشبع ما عم بيشبع بالطريقه المناسبه من حليب الام، ممكن يكون بورجي نوعا ما انترست بالاكل اللي عم بشوفه من حواليه. في عباره عن عمليه بتبلش من 4 أشهر لست اشهر، بس طبعا مش قبل ال 17 اسبوع. ولكن هذه العمليه ادخال الطعام والوينينج او الفطام بيحصلوا بطريقه تدريجيه، مش ضروري الفطام يكون كامل وبشكل يعني دغري، صحيح؟ 100%. وهي هي نقطة كتير مهمة، إنه لما إحنا نبلش ندخل الطعام العادي على نظام البيبي بنبلش نوع أكل معين بين كل فترة، بنخلي البيبي يتعود على أو الرضيع يتعود على هذا الأكل بالطريقة المناسبة، بنسميها هون الإكسبوجر. كل ما تعود على هذا الطعام ونكون عندنا ثقة إنه هو متأكد من هذا الطعام، بنبلش ندخل أكل جديد أو نوع أكل معين ثاني على غذاء البيبي. وهون النقطة حتى يصير هو يتعود أكثر ويلزم فيه على المدى الطويل. نعم. طيب شو هي الممنوعات في السنة الأولى من عمر الطفل؟ طبعا في مجموعه اغذيه نوعا ما بنحكي يفضل انه يستبعد عنها، ونبلش اول شيء بالحليب البقري، كونه الرضيع ما بيقدر نوعا ما انه يهضم هذا الحليب بالطريقه المناسبه. وبنفس الوقت هون بنرجع لموضوع انه حليب الام هو بيكون الشيء المغذي الرئيسي في هذا العمر. عندنا طبعا العسل، وبنعرف انه العسل من الاشياء اللي لا يفضل او ممنوع ينعطى للبيبي بعد قبل السنه، ونظرا انه بيكون في نوع بكتيريا معين ممكن تاثر على المناعه تبعته وعلى كثير ممكن تعطي عواقب سلبيه على صحته. بنفس الوقت في اشياء طبعا زي مثلا الاكل السمك او السي فود، في نوعا ما في اشياء لازم نبعد عنها. وكمان بنفس الوقت المكسرات، كثير مهم انه المكسرات الكامله او اللي هي بتكون نوعا ما بتكون مطحونه بالطريقه الصح، المفروض نبعد عنها حتى نمنع اختناق البيبي. وفي بعض الدراسات بتحكي انه يفضل انه القمح اللي هو الويت بالاخص ما يكون من اول الاشياء اللي بتدخل على نظام البيبي. طيب ماذا عن الماء؟ متى يمكن أن نبدأ بتقديم المياه للأطفال؟ هلا طبعا احنا بنحكي اول 6 أشهر، طبعا يفضل اول 6 أشهر ان احنا نركز على حليب الام بالدرجه الاولى. من بعد ال6 أشهر بعد ما يتعود طبعا انه ادخال الاكل هو المهروس اللي هو بيكون برضه نوعا ما طريقه التحضير بتكون فيه نوعا ما سائله، فوقتها هون برضه احنا بنحكي ما بنخاف على الهايدريشن او ما بنخاف على ترويه البيبي، لانه بيكون وقتها عم نضمن انه عم نعطي الاكل بطريقه سائله، هون ما بيكون عندنا اي تخوفات. لقدام ممكن نعطيه شويه من المي، بس نفس الوقت بنعرف انه البيبي المعده تبعته بتكون صغيره، فما بنستعرضه ما نكتر او ما نعتمد بشكل كبير عليها. وبالتالي كميه المياه هون عم تاخذ مكان الاغذيه يلي فيها سعرات حراريه وطاقه وايضا فيتامينات ومعادن. هون اود ان اسالك، ما هي الاطعمه يلي بتتضمن المعادن المضره يلي بتحكي عنها الدراسات موضوعنا اليوم؟
فاخر دراسه اللي صارت اللي هي وكثير منها وهذا الموضوع اوريدي كان عم بنحكى فيه من قبل واللي هي المعادن الثقيله، يعني بنحكي عن الميركوري او الزئبق هم بالاحد احدوا على الليد او الرصاص، بيحكوا على الارسينيك اللي هو هذا كثير مشهور والكادميوم، هدول الاربعه معادن ثقيله هم ركزوا اكثر على الارسينيك لانه هو موجود بالرز، وبنعرف انه الرز هو من اشياء الاطعمه اللي اول شيء بتنعطى للبي نوعا ما بنسميه الرايس بيبي مثلا او بيبي رايس، فهو نوعا ما بنعطى للبيبي، هون بصير تخوفات عند الاهل انه هل انا عم باذي طفلي بهيك دراسه. طبعا ما مفروض الجهات الصحيه حكت ما في داعي للتخوفات لانه في المنظمات العالميه عم تبحث دائما تقلل من هاي المعادن الثقيله، وهون نقطه انه هاي المعادن الثقيله موجوده بشكل طبيعي بالهواء، موجوده طبيعي بالتربه، موجوده بشكل عام وما بس تخلص منها 100% مثلا. طيب. بس الرز مثلا الاشياء اللي كثير نحطت عليه الضوء لانه موجود فيه ارسينيك، هون شو ممكن نعمل؟ لانه ممكن انه دائما نركز تلقائيا على الرز كحليب كسري كغذاء بيسك للولد. طيب. بالبيبي نعطي نوعا ما الترناتيف، ولكن نعطي الشوفان نعطي الحنطه السوداء. الرز اللي هلا عم تذكريه وذكرت ايضا حليب البقر، وهول يعني العنصرين هن مكونات اساسيه من طعام الاطفال يلي بيكون يعني متوافر بطريقه جاهزه. اذا ما هي البدائل؟ شو لازم نبلش نطعمي اطفالنا؟ تمام. طبعا اكيد من اول شيء دائما احنا بنحكي لما اول طعام بنعمله او بندخله على غذاء البيبي هو لازم يكون نوعا ما من النشويات اللي هي نوعا ما بتكون يا اما شوفان او ممكن تكون زي ما قلنا كمان يعني مش فاكهه او خضار الكينوا. طبعا برضه هاي مجموعه النشويات، المجموعه الثانيه بننتقل للخضار والفواكه واللي هي الخضار اللي اكثر شيء البطاطا الحلوه الذره اللي ممكن انه احنا نعملها بطريقه سهله لحتى يبلعها الطفل. وهون نقطه انه برضه لما ندخل الطعام يكون في تنوع، لانه بالذات لما اجت الاستنتاجات من هاي الدراسه تبعت المعادن الثقيله حكوا للاهل انه التوصيات هي انه نعمل تنويع، يعني بدل ما نركز زي ما قلنا على الرز لا نركز على الشوفان، نركز على الحنطه السوداء، هاي برضه قصص فيها معادن مفيدة للطفل. نعم. الخضار مثلا دائما نركز بس على الجزر او البطاطا الحلوه اللي هم برضه نوعا ما هم المحاصيل اللي اكثر بيمتصوا هيك معادن ثقيله، ننوع بين مثلا الخضار الثانيه زي مثلا ممكن ندخل البروكلي كمان، فهون نوعا ما تنويع بين الغذاء الطفل هو الشيء الاساسي حتى نضمن انه عم باخذ غذاء متوازن. بس بنفس الطريقه نمشي شوي شوي فيهم حتى يتعود وياخذ الغذاء بطريقه مناسبه. وهون معروف ايضا انه الطفل الذي يعني يتناول حليب الام بيتعرض لطعمات مختلفه، وبالتالي بيساعد على انه يتقبل طعمات مختلفه بالغذاء الصلب. شكرا جزيلا لك اختصاصيات التغذيه زينه برغوثي على مداخلتك معنا مباشره من رام الله. شكرا كثير لكم، انا كثير بكون مبسوطه معكم دائما. نهارك سعيد.